فيلم زوين، قصة زوينة، قصة كتحكي على جوج ديال الأصدقاء مصاحبين بزاف ومتفقين أنهم يهاجروا لأمريكا، كيشاركوا في القرعة، واحد كينجح وواحد ما كينجحش، واخا؟ إذا واحد فيهم كطيح عليه فكرة أنه يديه كزوجة ديالو، إذا الآخر كيدفع أنه يديكيزا أون فام وكيديروا الإجراءات كاملين باش يهاجروا لأمريكا. هذه القصة، ما كاينش جرأة، هذا أسلوب كيستعملوه يعني أسلوب ديال الكتابة الكوميدية، كيستعملوه الأمريكيين، كيستعملوه الأوروبيين، كيستعملوه المصريين، يعني علاش ما نستعملوش؟ حنا كنستعملوه بواحد الشكل اللي هو عنده قيمة فنية، ماشي غير بيريك وعكار يعني داك الشيء، يعني غتشوفوا فيصل، شحال واحد كيشوف فيصل تيقول لا ما شكون هذه الممثلة؟ يعني كنشكر الناس ديال المكياج بزاف في هذه النقطة هذه، لأن خدمنا على المكياج وأنا كنت باغي المكياج يكون بهذا الشكل هذا. كل واحد وبلاصتو، كل واحد والقيمة ديالو، كل واحد والفيزيك ديالو، قيمة فنية عندهم كاملين. فيصل راه ولد ليزاداك، خرج ليزاداك، هاشم خرج ليزاداك، عزيز الحطاب راه باع طويل في التمثيل، حسن مومني ليزاداك، فاطمة زهرة بلدي ليزاداك، حميد النيدر شغنقول لك كبير سعاد النجار، نفيسة الدكالي، الاخوان الممثلين ديال القنيطره، اسمحوا لي انا نسيت شي اسم، مي هادشي اللي كاين، والحمد لله كلهم مبدعين فنيين حتى هما، تبارك الله عبد الرافع العبدوي في الاداره التصوير، عبد الله الشهدي في الصوت، امين شكاح في التوضيب ولا المونتاج، يعني وهادو كلهم خريجين ديال لي صاف، سناء هي اللي عملت الميكساج ديال لو سون في الاستوديو ديالها، يعني حنا ناس ديال الحرفه فرحانين بالمنتوج ديالنا، لانه منتوج فيه فرجه وفيه قيمه فنيه.